بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز المتواصل دائما مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا الحدث الرائع. ما شاء الله، بنقول هناك شوطنا الثالث خصص للجعدان، المحليات الأصهايل ما شاء الله بهذه الشعارات الجميلة المميزة حاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل والرائع، ونحن نتمنى التوفيق والناموس لهذه الشعارات التي أتت ما شاء الله لتشارك هنا على أرضية ميدان الطي، مرحبة دائما هنا في هذا الميدان، ميدانها وحضورها، ولكن مربوش ما شاء الله اللي أربشنا في الأسابيع الماضية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وهنا ما شاء الله محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير والتدريب المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وفي عملية تضمير سلهود عبد الله بن علي بنواز، والمهب يأتي ثالثا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع مليح سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، وفي المركز الخامس مثير لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، وهناك محمد بن يمعه بالدبيلة، وفي المركز السادس ملفت ما شاء الله سادسا لصاحب السمو شيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي وعلي بن مهير بن بليشة ما شاء الله في عملية التضمير والتدريب، وفي المركز السابع بينما سابع المراكز هنا بيلسان على سابع المراكز سمو شيخ حميد بن سلطان بن سالم القاسمي، وفي عملية تضمير سعيد محمد بن سعيد الفلاسي، وثامن المراكز ما شاء الله سلهود سمو شيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة، وتاسع المراكز من يأتي اللي هو غازي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي عملية تضمير ما شاء الله مضمر الذيبة عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي، وفي المركز العاشر جاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، وهنا في عملية التضمير ما شاء الله عبد الله بن علي بن واس واللي يضمر شاهين. هكذا كانت النتيجة حاضرة ما شاء الله مع هذا الانطلاق، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز، ومربوش اللي يستفتح بداية الكيلو او 2 كيلو مترات الاخيرات اللي تفصلنا عن خط النهاية، ولكن ايضا ملفت هناك من الجانب الثاني يبدع بمهارته الجميلة، هو لها يعني عديد من النقاط على ارضية هذا الميدان، ولا في اي ميدان يتواجد هذا الشعار حقيقة. المربوش في المركز الأول مسيطر سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومحمد بن سعيد بن حلوة ملفت لصاحب السمو شيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ما شاء الله، وعلي بن مهير بن بليشة في عملية تضميره، وثانيا بنقول الثالث المهب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، ومليح يأتي على رابع المراكز سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك مبارك محمد بن عيسى المطيعي، وفي المركز الخامس مثير لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم بهزاع في عملية التضمير محمد بن يمعة بالدبيلة ما شاء الله، وفي المركز السادس بيلسان سمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي وسعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي، وسابع المراكز غازي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن المر بن حلو، وهو في المركز التاسع ولا الثامن هنا اللي هو شاهين سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا تاسع المراكز وعبد الله بن علي بن واس في عملية التضمير، وفي المركز العاشر غيار ما شاء الله أول نداء لسمو الشيخ غيار هناك في المركز لسمو الشيخ زايد بن مروان مكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي، كوكبة جميلة حاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل، ولكن مربوش والملفت لين الحين لحد الآن لن يتفقان على رأي واحد، لن له نصيب الأسد. يا مربوش يا ملفت حقيقة
يعني الكل 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 يعني من الجعدان له بصمه وله نقطه او نقطتين هنا على ارضيتي هذا على الميدان. ولكن اليوم الفيصل ما بين مربوش وملفت، ما بين هذه الشعارين الجميلين الذي يعني لهم دور ولهم نصيب الاسد حتى هذه اللحظات الجميلة. مربوش ملفت، الله بدت الأوامر، بدت الأوامر تصدر، وملفت الله 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 يا إمارة عجمان التي تحتفل حقيقة من هذه اللحظات على هذا الانتصار. ومربوش يحاول يستعيد حقوقه هنا على المركز الأول ومع الميتين المتر الأخيرة، ولكن بهني سيدي صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي حفظه الله ورعاه، وشكرا يا علي يا بن محير يا بن بليشة، شكرا يا أبو ثاني على هذا الأداء الجميل والمميز. ومربوش في اللحظات الأخيرة، ولكن ملفت هو الأقرب، المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، محمد سعيد بن حلوة في المركز الثالث. بنقول هناك لسمو الشيخ حميد بن سلطان، حميد بن سلطان بن سالم القاسمي مركز الرابع، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في المركز الخامس، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. توقيت بنقول 6:12 ثانية، تهانينا والناموس.